إخواني حول موضوع الأخ جمعة حول فقدان الملكة. طبعا راح يبني بيوت ملكات الطوارئ، وهذا ما نحن ما نحب هالبيوت، لكن كيف نسيطر عليها كي نحصل على ملكات عذارة ممتازة من نفس الإطار؟ هناك أسلوب يجب أن نتبعها. عندما النحال يرى بأن الملكة فقدة وأن الخلية ليس لها بيوض، ما بقى البيض، أي قد فقد منذ زمن، يعني كأزيد من 5 أيام أو 7 أو 10 أيام كان فقد، وبنى بيوت ملكات مختومة. هنا ماذا يعمل النحال؟ هل مثل ما يقول الأخ جمعة، هل يقوم بتخريبها أم ماذا يعمل؟ أخي أبو أنس وأخي صالح، يجب على البرهان أن إذا يريد ملكة ممتازة يجب أن يهدم جميع هذه البيوت بالكامل، وتقديم إطار آخر بس البيت، حيث بعد 3 أيام يفقس هذه البيوت، وبعد ذلك يتم يعني يصبح يرقات من الساعات الأولى. طيب ماذا يحدث؟ أخي أبو أنس وأخي صالح وإخواني النحالين، هنا يرى النحل نفسه بأن الخلية تأخر من إنتاج الملكة، لأنها بعد فقدان الملكة بنى بيوت الطوارئ، وهذا هم أصبح بيوت مختومة، وعلينا أن نخربها أو نهدمها ككل. لماذا؟ لأنها في هذه الحالة، حالة الطوارئ، يبني على يرقات ذو عمر 2 على الأكثر، وهذا ما نحبه، لأن هناك مشكلة بتغذية هذه الملكات على الغذاء الملكي المختلف. هذا يأتي يوم سوف أعطيكم محاضرة حولها، لأن هذه الملكات وهذه اليرقات المسنة، أستطيع أن أقول ذو 2، ليس كتلك الملكات التي يبني على اليرقات من الساعات الأولى، أي الملكات من الساعات الأولى من اليرقات بعد فقس مباشرة البيض يكون أحسن بكثير من اليرقات ذو 1 أو 2 أو 3. لهذا قلت لأخ جمعة أن يقوم بتهديم البيوت الطوارئ التي بناها ومختومة، أي يقوم بتخريبها ككل.
قم بتقديم إطار آخر جديد، إطار بيث. هنا النحل رأسا من يفقس البيث أي يصبح يرقى من الساعات الأولى فورا لأنها مستعجلة، فورا يبني على هذه اليرقات بيوت ملكات، وهذا يكون هالملكات عندما يصبح عذراء يكون ملكة ممتازة منتخبة. إذا كانت إذا كان أم هذه البيوض التي يأتي بها الأخ صالح من خلية أخرى، طبعا من خلية أخرى لأن هذا الخلية لم يبقى بها بيض، طبعا يأتي بها من إطار آخر، يجب عليه أن يختار الملكة في تلك، يكون ممتازة في تلك الخلية التي يجلب بها إطار من البيض. هنا أقول يصبح ملكة مختارة ممتازة. هذا يكون تعاونا، هالشرح قمت بها تعاونا مع الأخ والصديق أبو أنس والأخ جم يعني صالح، وهذا اللي أنصح الأخ جمعة أن يقوم بهذه الخطوات بالضبط لا غيرها. هذا هو الشيء الطريق الصحيح الذي يجب على الأخ جمعة أن يقوم بهذه الخطوات وأن يمشي عليها. أشكر إخواني الجميع، وعندي عدا هذه الجواب عندي سؤال أو أتكلم قليلا حول يعني خارج هذه السؤال، يعني سؤال كإضافي، وأقول إخواني النحالين هذا نصيحتي أنا حسن حسين، نصيحتي هو التعاون والإخاء وعدم التفرقة وعدم نحن النحالين وعدم أتيان آراء طائفية ودينية أو قومية أو غير نحن نكون خارج القوس هذه، نحن نحالين بس يهمنا مواضيع النحل بس، ما علينا من السياسة ولا أي شيء آخر. هذاك أنت قاعد ببيتك، هناك منظمات أحزاب تستطيع أن تفوت هناك تتكلم بالسياسة، وهناك كنائس وجامعات وكل شيء، هناك تستطيع أن تقوم بشرح الأديانة ما ديانة أو تقوم بالتكلم عن سياسة ما سياسة، كل شيء خارج القوس من النحل. هنا نحن عائلة واحدة، عائلة النحل، ما أقول هذا أبيض أسود أحمر فلان، لا، خط أحمر لنا اللي يأتي بهذه الأشياء طبعا يطرد، ما نطرده، الإدارة يطرده، يكون خارج الجروب، خارج المجموعة. نحن مهمنا، هواياتنا، علمنا كله على الحشرة النافعة وهو النحل،
نحن هنا ليس خيمة أو ساحة المعركة إخواني، يعني شوية حركوا دماغكم. طبعا مو كل، بعض متعصب على الدين، متعصب على القومية، متعصب على المال، على الفلوس، متعصب عن كل شيء. ما علينا، هو حر، ماذا يعمل خلي يعمل، لكن عندما يأتي لهذه الجروب يترك كل شيء مهما يكون منزل ماله، يترك كل أشياء من ورائه ويدخل هذه الخيمة. هو بس يملك أفكار النحل فقط، الأشياء المتعلقة بالنحل فقط، لا أحد يأتي و يعني حكاية يعني هذا الكلام للكل. أول مرة أنا أطبق على نفسي، بس علي أن أتكلم عن النحل، أما خارج هالمواضيع النحل ما مجال لي أن أتكلم عن السياسة أو الدين أو القومية أو ما أدري إيش ما أدري إيش. كلنا بشر، كلنا سوا في هذه الخيمة، كلنا سوا. العاقل يملك أفكار ممتازة، كل إخوة، ما علينا من كل من أي شيء، كلنا إخوة خلاص. إذا أنت شاطر تنطيني معلومات كي أنا أستفيد، وكي أشكرك على هذه العطاء، وكذلك أنا وكذلك أنت والكل. هذا هو الرجولة، هذا هو القومية، هذا هو السياسة، كلها عن نحل. عندما أرى موسم جيد وأفرز العسل، وعندما أدوس على بلاك الكهرب للفراس، وعندي إنتاج كثير، هذاك الوقت أنا أفرح. فهذا هو المحصول، التعب مالي ومحصول تعبك. أما غير أشياء إخواني تكونون خسرانين أنتم. كيف كل شيء ما يتعلق بالنحل وتأتي للجروب وتخرب الجروب وتكسر خاطرنا ونكون منشغلين حول كم يوم حول فلان قال فلان قال فلان؟ لا، اتركوها. عشرات المرات نقول إخواني لا أحد يزعل، لا أحد يزعل من الآخر، يكون مناقشة هادئة، حتى يكون مناقشة غير هادئة يكون مناقشة عصبية، لكن إذا كان في محلها لا أحد يزعل، لا أحد يزعل. مرة مثلا أنا أناقش أحد الإخوان، مرة أكون على خطأ أجاوبه، مرة ثانية مرة ثالثة، لابد مرة رابعة أؤيد الصح، لابد أن أؤيد الشخص اللي يكون على صح يشرح لي موضوع أؤيده خلاص. ما علي أن أقوم
بلفظ كلمات غير لائقة، كلنا إخوة. فهذا نصيحتي، وهذا هو إخواني كلامي. وعندي شيء آخر دائما أقول، المجموعة أكثر من 250 نحال، فلا أرى إلا ما يصل 10 نحالين دا يناقشون أو يسألون. إخواني اسألوا، لا بس تسمعون كلامي. فالكل تقريبا ساكتين بس يسمعون، خلاص جامدين ما يسألون. فمثلا أنا مرات أغيب عن الجروب، لماذا؟ عدا انشغالي، لكن ليس عندي ذوق كي أتعب نفسي وأقوم بإعطاء محاضرات والكل جامدين ما عدا كم واحد. بصراحة أنا أحب أن تقوموا بالنقاش، ويأتي حتى الأساتذة وعلماء أن أعطي محاضرة، أن يصير مجاملة ومناقشة. هذاك الوقت أنا أفرح وجميع يسمعون ويفرحون ويستفادون، كلنا نستفاد واحد من الآخر. لكن أقوم بتضييق الوقت، ضياع الوقت، وأقوم بإعطاء محاضرة جيدة مستفيدة حتى الكل يستفادون، وما أرى إلا واحد اثنين يناقشونه بس، ما يبقى لي ذوق. بصراحة أنا أحب كل أسبوع، كل أسبوع نقوم بمناقشة موضوع ما، لكن مناقشة يكون الأكثرية. وحتى أحب، خاصة أنا أحب الأساتذة هم يأتوا للخط، يأتوا للخط ونناقش. هكذا يكون الجروب قوي ممتاز، والكل يستفادون. عندما ننطي محاضرة، هذه المحاضرة يكون قيمة ومستفيدة وعملية، والكل يأخذون خبرة. أنا ما أقوم أقول مثلا النحل كم كيلومتر يذهب أو يصير سرع، أو النحل كم عدسات في العين. لا، كل محاضرة لأعطي محاضرة يكون في مكانها، الكل يستفادون يتعلمون النحل بالضبط حتى لا يرتبكوا الأخطاء. إخواني أطول عليكم، طولتوا حتى تدرون، حتى إذا أنت تقوم بترحيل النحل يراد له محاضرة طويلة طويلة جدا. هل تدرون؟ مو شيء بسيط تقوم بترحيل النحل بس فقط، لا، يريد محاضرة كيف تقوم بترحيل نحلك، ماذا تريد في الترحيل، ماذا تستفاد من الترحيل، كيف ترحل، في أي وقت، في أي زمن، في أي درجة حرارة، إلى أين، في أي موقع. كلها دراسة، مو فلافل وانت ماشي مثل ما يقولون إخواني المصريين، مو هالسرعة، يعني بدون عندي ما دير بال. لا،
كل دراسة، كل دراسة عملية مارسناها، مارسناها عشرات المرات وتعلمنا الأخطاء التي نرتكبها عند الترحيل أو نقل النحل. كثيرين من النحل ننقل نحلهم إلى مناطق وهذاك المنطقة صفر اليد ويرجعون بدون إنتاج. كل هذا أخطاء. كثيرين يرحلون والسلم الكثافة النحلية بالنقل يموت النحل. كل أخطاء. النحل ما يدري. ما يدري هو يعني كيف ماذا يعمل. فهذا كمثال أقول ماذا يعمل النحال في الربيع، في الخريف، في الصيف، ماذا يغذي، كيف يغذي. إخواني مو يعني إذا أنت تتعب نفسك وتصرف الفلوس يجب أن تسمع محاضرات، المحاضرات الجيدة القيمة. فبس أسمع، بس أنا أسمع النحال يقوم كم من الزعتر أخلي بالتغذية، وأنا قسم يقولون وأنا أضع نعناع والياسون والشح و خال ما أدري إيش، يعني تفلسف وما يدري نفسه بأنه على خطأ ده يمشي. إخواني له للنحل له برمجة، برمجة صحيحة. لا الكل يطلع من عنده ينطي ما ينطي للنحل ويقول أنا أعطيت الثوم وأعطيت ما أدري إيش، يعني كافعت الفاروة هالشكل هالمرض، كل معلومات يطلع من جيبه. كل هذا خطأ، كلها خطأ إخواني. النحل ما يريد هالسوالف كلها زائدة، كلها يتضرر. والله العظيم إذا تنطي شيء جيد للنحل بس كمية زائدة يصير سام على النحل، والله العظيم يصير سام. يعني إذا تنطي مثلا كمثال فيتامينات زائدة يصير سام للنحل. فكل شيء لازم يعني تكونون حاضرين، وأرجو من الإخوان الكل لا يكونوا صامدين. أنا أريد تشجعوني، تشجعون الأستاذ عبد الرحمن باخمسة خمسة، أي أستاذ تشجعون الأساتذة كي يقوموا بإعطاء محاضرات جيدة. هكذا نحن نستفاد، واحد يستفاد الآخر. أعطيكم مثال. طبعا أكثر من 40 سنة وأنا نحال، يجوز مرات نحال مبتدئ يعمل شيء بالنحل وأنا استفاد، أنتظر أشوف شوف ماذا عمل. يجوز أن أستفاد من عنده أو يسألني سؤال وأستفاد من هالسؤال ماله. مو شرط أنا 40 سنة هو بادئ بعد أشهر الأول، مو شرط. يجوز هو نقطة يعرف أحسن من عندي وأنا 40 سنة نحال،
وأنطي محاضرات. يجوز هو أبو الثلاثة أشهر أو سنة بده يشتغل بالنحل بادي كل شيء ما يعرف، بس يجوز فالنقطة ما يعرف أحسن مني. فطولت عليكم إخواني، نصيحتي هو التعاون، نحن كلنا إخوة، كلنا إخوة. إذا نحن في نفس الخيمة كلنا إخوة. فإذا أنا أريد شيء خارج الخيمة أروح، أنا حر أحكي بالسياسة، أروح أحارب، أروح للكنيسة، أروح للمسجد، أروح أي شيء، أنا حر. لكن عندما نأتي للخيمة النحل نترك كل الأشياء، بس ما عدا الأشياء المتعلقة بالنحل فقط، حتى لا أحد يزعل من الأخ. وشكرا للجميع، واعتذر عن الإطالة، وهذا طبيعتي، وشكرا.